ايوه ما كملش ال 40 صح. يلا قول ايه ايه عند كم دن تعب على 30 ماما اللي تتعب وبتتبعين تتعب اسمك ايه؟ اسمك فاطمة محمد السيد السيد محمد القطة. مبسوطة بقى هنا؟ مبسوطة. يومك عامل ازاي؟ يوم عامل ازاي؟ أول مرة بقوم من الصحن. تعالى بعدين بتعمل ايه بعد ما بتستحمي؟ لا راخر جنبال المدام والسمر. وبتعملي ايه تاني؟ بتقعدي مع يا سيدي دي نزلتها كحلي بتقوم بعد الظهر. بتنامي كام ساعة في اليوم؟ نعم. لا لا بتنامي كتير؟ يعني كام ساعة كده؟ متاع 10 ساعات. 12 ساعة. يعني في كل يوم بتصحي امتى؟ الصبح بتاع امتى؟ بتصحى الظهر مثلا ساعات بتصحى الساعة 12، ولو انا بقى باجي بدري باجي انا اصحيها اقول لها يلا يا بطوطة قومي من الساعة 9 الصبح او 8 وتقوم تاخد الشاور بتاعها. هي ما بتحبش حد يحميها غير افراح اللي هي من غانا، بتخلي افراح هي اللي تحميها وتلبسها وتطلعها بره ونقعد مع بعض في الريسبشن لحد لما يجهزوا الفطار، وبعدين بتفطر. لو جعانه بتاكل، ساعات بتبقى صاحيه من النوم ملهاش نفس الاكل تقول لا شويه وتفطر، وبعدين بتفطر ونقعد مع بعض بقى نهزر ونغني ونضحك ونبهدل الدنيا. طب ما تسمعينا كده حاجه، بتعرفي تغني؟ لا بنسمع اغاني يعني ونرقص. هي ممكن تغني؟ لا تغني حاجه. ما تغني هواك يا بتمنى لو ودنيتك وانت روحي وياك. الله هم بيحبوا عبد الحليم ولا بيحبوا اسمها في الجديد. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحه، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صقر محلل صحفي. طبعا احنا هنا مستمرين مع حضراتكم، لازلنا متواجدين داخل دار السيدات زهرة مصر في مدينه بدر، بنحاول بقدر الامكان يعني نلقي الضوء على عدد كبير من سيدات مصر. هنا يعني بنتكلم على الطابع الخيري، الطابع الخيري اللي بتقدمه دكتور سمر نديم مع عدد كبير من يعني السيدات. عايزه تقولي ايه؟ ربنا يخليها ربنا. يا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كنا عايز اقول لك بطوطه دي انا امها. انا امها بطوطه دي. صح؟ انا ماما؟ صح. دايما تقول لي يا ماما. هي بتحس معانا بالحب والحنان. الحب والحنان. في ناس بيقولوا ان انا وحشه معاكي. لا لا انت مش وحشه معانا. في ناس بيقولوا ان انا بضرب الناس هنا وبعذبهم. لا 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 قولي الصراحه. لا انت كده بقى بتحاميلي بقى. لا لا انا وحشه. ولا حاجه. بتطعن بطعم موت ميه بينا. الحمد لله. يعني انت مرتاحه معانا؟ مبسوطه معانا؟ مبسوطه معاكم قوي قوي قوي. طب الحمد لله يا بطل ربنا يخليكي. الحمد لله يعني ربنا يعني طبعا يعني طبعا احنا هنا مع فاطمه. فاطمه صاحبه ال 48 عام داخل دار السيدات. لا 38 38 عام داخل يعني دار السيدات. هنا زي ما تحدثنا معكم في اكتر من غير اصابع، دكتور سلمى نديم هي اللي بتاوي عدد كبير من يعني السيدات هنا. بنحاول ان احنا نترك جوانب انسانيه زي طبعا ما تحدثنا باستفاضه مع دكتور سلمى نديم، بنحاول ايضا بقدر الامكان ان احنا نتحدث مع عدد كبير من سيدات مصر. سيدات مصر اللي كان يعني حالهم صعب، حالهم صعب في الايام الماضيه في الشارع. لان بقى هنا حاجه فاطمه هي حاجه غريبه فريده من نوعها، قصه يعني زي ما بنقول كده قصه دراميه ممكن نسمعها، يعني صعب بتكون موجوده على ارض الواقع. دايما بنسمع القصه دي في الافلام، نسمعها يعني في اي عمل درامي، لان هنا يعني فاطمه بتطبق ده، فاطمه يعني على ارض الواقع قصتها يعني قصه مؤثره، قصه حزينه تتلائم كتير مع الاعمال الدراميه اللي بنشوفها. يعني انا برحب بيكي في لايف جديد، لو حابين نسمع منها يعني قصتها هي هي أنا. تجوي لينا اللي اتعرضت ليه في الشارع، وزي طبعا مظاهر الجمهور خلال عنوان البث مباشر بنتها تخرجت عنها والاسره. ده حصل ازاي؟ لا لا لا
قولي قولي يا بطريقه كل حاجه. بنتك قلت عني. ليه يا بطوطه؟ زند منت اتقطع. ايه؟ بنتك. هي دايما بص انا اقول لك على حاجه. طبعا بيكون في بطوطه عشان طيبه جدا. طبعا هي بطوطه هي بتعاني من ايه بالظبط؟ من اكتئاب حاد. اكتئاب حاد. الاكتئاب ده اثر على النطق. طبعا. لا 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 احنا شايفين لا 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 اكتر على الجلطه عشان جالها جلطه. بتتكلم كده لان بص حضرتك هي قاعده على كرسي ايديها ورجليها الاثنين دول الجزء ده كله تعبان عندها الجلطه. طبعا. هي كانت متجوزه عصيبه في حياتها. من الحاجات الصعبه اللي حصلت لها وان بنتها ما بتسالش عليها. جذرتها مره وشكرا على كده ولا بتسال تاني ولا فارق معاها حاجه. ولا ليه ما تشيليش مامتك؟ بتقول لي لا اصل هي بتقول شتايم او ان هي مثلا بتشرب سجاير. بس ده عادي على فكره. امها برضو. طيب. امها احنا ممكن نتكلم معاكي. احنا حابين نعرف يعني ابنة هنا بنتك ماما ربنا يخليك. هي ليه جت اتخلت عنها؟ ليه سكتت؟ تقدر يعني فاطمه هي بتقول ان هي اتجوزت. هي قولي ليه بنتك اتخلت عنك ليه؟ بنتي اتخلت عني ليه؟ عشان هي اتجوزت ومش عايزه تتكلم. عشان هي بتضايقها. بنحاول برضه قدر الامكان نركب دور على الاستمارات العاطفيه. هي اتجوزت وبتقول ان هي مش تقدر تشيلها معاها في بيت الزوجيه وان مامتها عشان بتشرب سجاير او كده. طب ما في ناس كتير قاعدين في بيوتهم بيشربوا سجاير وبنشوف بنات جامعات بيشربوا سجاير وبيمسكوا الفيب وبيعملوا حاجات كتير. عادي. ايه المشكله لو مامتها بتشرب سجاير او ان هي مثلا اتعصبت مره او حاجه ما تستحملها عادي. خلينا بقى هنا ازاي صمنا دين بتقدر انها يعني تنهي فكره السجاير والتدخين بقدر الامكان في مش كل الناس اقدر امنع عنها السجاير. مش كل الناس. في ناس طبعا اللي هي اللي معديين 70 سنه زي سميره شبريه. لا هو ده ملوش علاقه بالدكتور الامراض النفسيه. الاخصائي بيعالج الحالات اللي هي عندها ذهان. اللي هي لكن انا بقى معايا انا بمنع السجاير تماما. انا بشوف ان عاده الشخص بالتدخين بيكون فيها حاجه من التمسك التشبه. هو الدكتور قال لي مش كل الحالات تنفع تبطل. اللي يعني مثلا زي فاطمه ما ينفعش تبطل. هي بقى لها سنين وهي لسه صغيره. ما ينفعش. لا 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 عشان انا اتعود على من زمان. متعودة عليها من زمان وسنها صغير. هي عندها 38 سنة فهي مدركة ده. اللي معدي ال 70 سنة مش مدرك بيشرب سجاير ليه؟ طب كلمينا كده أكتر يا دكتور سمر عن قصة فاطمة. أنت لقيتوها فين وإزاي قدرت يعني الدار تعصر عليها؟ فاطمه جالي بيها استغاثات كتير جدا. الناس كانت بتصورها وتبعتها لي وهي قاعده في الشارع في باب الشعريه قدام السيد جلال. معلومات اوليه عنها يعني؟ كان الاول بيجي لي سياسه استغاثات. فمره نزلت لها قلت لها ايه رايك تيجي معايا الدار؟ قالت لي اجي معاكي. وبالفعل شلناها في العربيه.